المقر الجهوي بطنجة كان على موعد مع ندوة وطنية تمحورت فعالياتها حول موضوع العزوف عن السياسة وسؤال السوسيولوجيا. احنا الهدف ديالنا هو كنخلقوا واحد حوار جاد فعال وفي البون مومون في الوقت الراهن، لان هاد الندوة جات في الوقت ديالها، ما جات مأخرة ولا جات قبل الوقت. اذا جمعية القنطرة بالتنظيم ديالها ديال هاد الندوة فهي جات باش تأدي الدور ديالها في المجتمع. نحن نتمنى أن يراجع السياسيون أنفسهم ويقومون بالنقد الذاتي ويستوعبون التحولات العميقة في المجتمع ويأخذون بعين الاعتبار هذه الأسباب لكي يبلوروا استراتيجية أخرى لكي ينخرط الجميع، لأنه كما قلت بأن حب الوطن فوق كل اعتبار. اللقاء جمع شمل الفاعلين السياسيين والسوسيولوجيين حول مائدة واحدة للتباحث حول الأسباب الرئيسية التي تدفع بالمواطن المغربي إلى العزوف عن السياسة. اللي كيرفض أنه يدير السياسة والعازف وأنه ما كي لا يساعد في التحسن، لا يساعد على التطور، ويساعد في تكريس ما هو موجود. وبالتالي اللهم أننا نمارس هذه السياسة ونختلفوا تقدير إلى غير ذلك، ولا أنه يعني ننتظر أن الشروط ديال الممارسة تتغير. المشكل ديال العزوف السياسي ما هوش مشكل بسيط، ما هوش مشكل سهل، هو المسؤولية ديال المجتمع ككل، ديال المدرسة، ديال العائلة، وديال الأحزاب السياسية كذلك. وكاين تفاوت ملي كنهضروا على العزوف السياسي، ما خصوش يكون تعميم، خص تكون يعني دراسة يعني على الحالات، كل حالة على حدة، وعلى العموم يعني الاستحقاقات المقبلة نتمناو أنها تكون ترتفع فيها النسبة ديال المشاركة، ماشي غير من حيث الكم ولكن من حيث النوع كذلك. اللقاء عرف حضورا وازنا لفعاليات شبابية وتمثيليات المجتمع المدني بغرض وضع الأصبع على الداء الذي يبعد الشباب عن الممارسة السياسية ومحاولة تضييق اللهو التي اتسعت بينهما.